الخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شبوب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، كلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته زيادة في التوثق والضبط. وكان هؤلاء الكتبة من خيرة الصحابة الكرام، ومنهم الخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاوية وخالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه ألزم الصحابة لكتابة الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عنه أنه قال: كنت جار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هكذا أنزل، ومع قراءة الإمام علي الكسائي الكوفي، فلنستمع لأولى التلاوات. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حق والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيك. هذه قراءة طيبة برواية أبي الحارث وهو الليث
عن الإمام الكسائي، ولاحظنا فيها بعض الفروق التي تميزها عن قراءة الإمام نافع، من ذلك الإمالة المحضة، وهذه من الأصول، الإمالة المحضة في كلمة قضي، وكذلك في كلمة أخرى سمعناها بالإمالة، وهذه الإمالة في باب ذوات الياء ذكرها الشاطبي رحمه الله فقال: وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا، أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. وهذه الإمالة هي لغة من لغات العرب، لغات أهل نجد كتميم وغيرهم، وأما الفتح فهو لغة عامة أهل الحجاز. كذلك إما يبلغان عندك الكبر أحدهما، هذه كلمة فرشية سمعنا بهذه القراءة التي تجعل الضمير مثنى، فعلى قراءة الجمهور إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فالفعل أسند إلى اسم ظاهر فجرد من الضمير فلا يحتاج إلى ضمير، فاتصلت به نون التوكيد الثقيلة. وأما يبلغان فقد أسند الفعل في قراءة حمزة والكسائي التي ذكرها الشاطبي رحمه الله بقوله: يبلغن امدده واكسر شمر دلا وعن كلهم شدد، ذكرها هنا. فهذه نون التوكيد إذا جاءت بعد الألف، بعد ألف الاثنين لا بد أن تكسر، كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله في قوله: ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، لكن شديدة وكسرها ألف، فهي تأتي شديدة وتكسر. وأما المسند إلى اسم ظاهر فتفتح قبل، يفتح ما قبل النون التوكيدي، يفتح ما قبل النون التوكيدي في حالة ما إذا أسند إلى اسم ظاهر، كما في قراءة الجمهور إما يبلغن عندك. كلمة أيضا أف فيها لغات كثيرة، قرئ في السبعة بثلاث منها، قرئ أف وهي قراءة الإمام نافع وحفص عن عاصم، أف وابن كثير وابن عامر يقرآن أف، والباقون يقرؤون أف بالكسر دون تنوين كما قال الشاطبي رحمه الله. وفاء أف كلها بفتح دنا كفءا ونون على اعتلاء، يعني ينونها حفص ونافع على اعتلاء، فإذا الكسائي يقرأها بالكسر دون تنوين أف كما سمعنا في هذه القراءة. هذه أهم الكلمات التي يخالف فيها الإمام الكسائي ما هو معروف ومشهور عندنا في قراءة الإمام نافع. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. علي بن حمزة الكسائي لقب بذلك لأنه أحرم في كساء، أخذ القراءة عن كثيرين منهم الإمام حمزة وعليه اعتماده، وأخذ اللغة عن الخليل، كان أعلم الناس بالنحو وأوحد الناس في الغريب وأوحدهم في القرآن، توفي رحمه الله سنة 89. وينتهي سند قراءة الإمام الكسائي إلى عدد من الصحابة الكرام كابن مسعود وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وللإمام الكسائي راويان، أولهما الإمام أبو الحارث المتوفى سنة 40، وثانيهما هو حفص بن عمر الدوري المتوفى سنة 46، ويروي القراءة عن اثنين من القراء السبعة هما أبو عمرو والكسائي، فلنستمع لأنموذج من روايته. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغي فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشي فأريه الآية الكبرى فكذب وعصي ثم أدبر يسعي فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة والأولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. بارك الله فيك. هذه قراءة طيبة برواية الدوري عن الكسائي، سمعنا فيها أصلا يتكرر للإمام الكسائي وهو إمالة ما قبل هاء التأنيث في الوقف، ذكرها الإمام الشاطبي فقال وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدلا ويجمعها حق ضغاط وعص خضى وأكهر بعد الياء يسكن ويلاء أو الكسر. وهذه الكلمات أكثرها يميلها الكسائي قولا واحدا، فالكسائي إذا كان ما قبل هاء التأنيث من كلمات من حروف فجثت زينب لذود شمس يميلها قولا واحدا، وأما إذا كانت من حروف حق ضغاط عص خضى فيميلها بخلف عنه. على كل حال تجوز فيها في الإمالة دائما. أيضا عنده الكسائي عنده الإمالة في كثير من الكلمات سمعناها هنا، لأن أصله الإمالة مع حمزة في ذوات الياء كما قال الشاطبي رحمه الله وحمزة منهم الكسائي وبعده أمال ذوات الياء حيث تأصل. وهنا أيضا أواخر آيات السور الإحدى عشرة التي ذكر الشاطبي رحمه الله فقال ومما أماله هو أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل إلى آخره إلى أن يقول وفي اقرأ وفي والنازعات تميلا ومن تحتها. أيضا سمعنا هنا بعض الكلمات الفرشية ناخرة عظاما ناخرة، هذه قراءة صحبة يعني الكسائي وحمزة وشعبة قال وناخرة بالمد صحبته فصحبة يقرؤون ناخرة. نعم. أيضا سمعنا في الاستفهام المكرر قاعدة لإمام الكسائي كقاعدة الإمام نافع في الأصل، وهي الإخبار في الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، إلا أن الإمام نافعا يستثني بعض الكلمات، وكذلك الكسائي يستثني التي في العنكبوت فيستفهم فيهما، وفيما عدا ذلك يخبر في الثاني دائما ويستفهم في الأول، إلا أن الكسائي يختلف عن الإمام نافع لأن الكسائي يحقق الهمزتين وليس لديه إدخال، فلذلك هو يقرأ أئذا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما ناخرة. نعم، فيستفهم في الأول مع التحقيق ويخبر في الثاني، وقد نص عليه الشاطبي رحمه الله فقال وهو أي الإخبار في الثاني أتى راشدا يعني النافع سوى العنكبوت، وهو قال وعم رضا في النازعات، عم رضا يعني نافع وابن عامر والكسائي يقرؤون بالإخبار في الثاني كما نص عليه، وهو أيضا في القاعدة العامة التي ذكرها. أيضا طوى اذهب إلى فرعون ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في سورة طه فقال ونوم بها والنازعات طوى ذكى، أي الكوفيين وابن عامر يقرؤون بالتنوين، قال ونوم بها والنازعات طوى ذكى، فإذا وصلنا نقول طوى اذهب إلى فرعون بخلاف قراءة الإمام نافع الذي يقرأ طوى اذهب. نعم، وأما في حالة الوقف فلا يختلفان إلا بالإمالة طوى ويقرأ اذهب إلى فرعون
إنه طغى. هذه أهم الفروق بين الإمام الكسائي وخاصة دوري الكسائي وبين الإمام نافع. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. بهذا نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة مع قراءة جديدة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. خيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا.